السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، معاكم مستر محمد الصقيلي. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على فرع جديد في الـ Mathematics، هنتكلم على الجيومتري، هنتكلم على السيميلارتي. طبعا الاسم ده مش غريب عليك، أنت درسته قبل كده في ميدل 2. هنتكلم على السيميلارتي أوف بوليجونز، هنتكلم على السيميلارتي أوف تريانجلز، ريليشن بتوين ذا أريز أوف تو سيميلار بوليجون، آخر حاجة هناخدها الأبلكيشنز of similarity in the circle. احنا عندنا similarity of polygon. اول حاجه انت عارف يعني ايه polygon. polygon any figure consists of three sides or more. اي شكل فيه three sides زي triangle او اكتر زي quadrilateral او البنتاجون الهكساجون الاوكتاجون الهبتاجون، كل الحاجات اللي انت درستها قبل كده. فانا عايز اتكلم على similarity of two polygons. بس طبعا عشان يكون التو بوليجونز يكونوا سيميلر، لازم اول حاجه ان يكونوا هاف ذا سيم نمبر اوف سايدز. يعني انا مش هتكلم على تريانجل وسكوير واقول دول سيميلر. سيميلر يعني حاجات متشابهه لبعضها. يعني انت ما بتيجي تصور صوره وتكبر الصوره بتاعتك وتعلقها في اوضتك مثلا، فالتكبير بتاع الصوره ده وصورتك الاصليه او شكلك الاساسي بيبقى نفس الاشياء بس متكبره او متصغره. لما تيجي تعمل زوم بالموبايل بيبقى بيعمل لك زوم اللي هو بتكبر او تصغر او باللابتوب بتاعك. فاحنا دلوقتي بنتكلم على ان الشكلين دول هم نفس الشكلين، بس ده اللي هو الاكس واي زد ال والاي بي سي دي. الاي بي سي ده صوره مكبره للشكل اكس واي زد ال. فعشان يكون التو بوليجونز دول يكونوا سيميلر، لازم اول حاجه يكون كريسبوندنج انجلز ار كونجرنت. يعني ايه كريسبوندنج انجلز؟ يعني الانجلز اللي هي شبه بعضها زي ما انت شايف كده. انجل A لازم تكون سيميلر لانجل مين؟ انجل A تكون سيميلر لانجل اللي قصادها او كونجرنت، يعني ايكوال لانجل X. انجل B لازم تكون ايكوال انجل Y. انجل C ايكوال تو انجل Z. اخر حاجه انجل D لازم تكون ايكوال لانجل L. يبقى ال A ايكوال ال X، ال B ايكوال ال Y، C ايكوال ال Z، D ايكوال ال L. تاني حاجه لازم الكورسبوندنج سايدز لينث ار بروبورشنال. يعني لازم يكون يعني الريشيو ما بين السايدز بتبقى نفس الريشيو. يعني السايد اللي هو هنا، السايد اللي هو ده اللي هو الاي بي ده، لما اعمله اوفر اكس واي لازم يكون ايكوال السايد الثاني اللي هو البي سي اوفر واي زد، ايكوال السي دي اوفر زد ال، ايكوال اخر حاجه دي اي اوفر ال اكس. لازم يكونوا نفس الريشيو. يعني ايه نفس الريشيو؟ يعني لو ده 5 وده 10، ده 4 وده 8، هتبقى الريشيو 1 اوفر 2. يبقى عشان يكون البوليجونز سيميلر، لازم ذا فولوينج تو كونديشنز ار ساتيسفايد توجذر. يعني ما ينفعش واحد لوحده، لازم الشرطين يتحققوا مع بعض. اول حاجه كورسبوندنج انجلز ار كونجرنت، تاني حاجة corresponding side length are proportional. علامة السيميلارتي اللي انت شايفها ديت كده، دي العلامة دي اللي هي علامة السيميلارتي. يبقى احنا دلوقتي بنقول عشان ال two polygons يبقوا similar the two conditions are satisfied together. تاني حاجة أو معلومة مهمة جدا، ال order of corresponding vertices should be kept in given names of similar polygons. طالما ان ال polygon A B C D similar لل polygon E F G H، لازم لما اجي اقول انجل A تبقى ايكوال انجل E، انجل B ايكوال تو انجل F، انجل C از ايكوال تو انجل G، اند انجل D از ايكوال تو انجل H. تاني حاجة لما نيجي نتكلم على السايدز اللي هي قصادي ديت، هقول ال AB على ال EF ايكوال ال BC اوفر ال FG ايكوال ال CD اوفر ال GH، اخر حاجة هقول ال AD over ال E H. يبقى لازم نقولهم بالترتيب بال order of corresponding vertices. تاني remark، if the polygon A B C D is similar to the polygon X Y Z L، A B over X Y equal B C over Y Z equal C D over Z L equal D A over L X equal K. K ده هو بنقول عليه اللي هو ratio of similarity، او بنسميه اسم تاني جديد اسمه السكيل فاكتور. يبقى الريشيو ما بين ال اي بي والاكس واي او البي سي والواي زد اللي هو كده، ده اسمه الريشيو اوف سيميلارتي او السكيل فاكتور.
طيب ممكن يكون الكي ده اكبر من ال1، يبقى انا عملت للشكل كبرته، عملت له ماكسمايزيشن، عملت له ماكسمايزيشن او عملت له ماجنيفيكيشن او عملت له انلارجمنت. لو السكيل فاكتور اصغر من ال1 يبقى الشكل دوت انا عملت له حاجه اسمها ريدكشن او مينيمايزيشن او شرينكينج. لكن لو السكيل فاكتور اوف سيميلاريتي از ايكوال تو 1، معنى كده ان ال two polygons are congruent، يعني هما الاثنين شبه بعض بالظبط، يبقى السكيل فاكتور اوف سيميلاريتي، خلي بالك لو انا بتكلم على السكيل فاكتور اوف سيميلاريتي اوف ذا بوليجون اي بي سي دي و اكس واي زد ال، اوكي، لو انا عكست اللي هو الاكس واي زد ال اللي بدات بيه الاول وبعد كده عملت الاي بي سي دي، هلاقي ان السكيل فاكتور اخدت الريسيبروكال او ايه المالتيبليكيتيف انفرس، يعني قلبته، يعني لو الريشيو كانت 3 تو 5 او 1 تو 2 العكس هيبقى الريشيو 2 تو 1 او 5 تو 3. هنفهم في الاسئله اللي بعد كده. يبقى احنا قلنا السكيل فاكتور اللي هو الكي دوت لو هو اكبر من ال1 يبقى اسمه انلارجمنت، لو الكي دوت اصغر من ال1 وطبعا اكبر من الزيرو عشان ما فيش سكيل فاكتور هيبقى بالنيجاتيف هيبقى اسمه شرينكينج. يعني لو كان 3 فور اكزامبل هنا 3 هيبقى ده اسمه انلارجمنت، لو الكي ايكوال 0.7 يبقى اسمه شرينكينج، لكن لو الكي ايكوال 1 يبقى ده اسمه congruent او هما الاثنين بيبقى متطابقين شبه بعض بالظبط. In general we can use the similarity ratio in calculation of dimensions of similar figures. هنشوف هنستخدم السكيل فاكتور ازاي. Remark 4: in order that two polygons are similar, the two conditions should be verified together and the verifying one of them only is not enough to be similar. معنى ايه الكلام ده؟ معناه عشان ان انت تثبت ان التو بوليجونز ار سيميلر ما ينفعش تعتمد على شرط واحد. يعني مثلا انا عندي الريكتانجل والسكوير، الريكتانجل والسكوير كل منهم الانجلز بتاعتهم رايت انجلز، يعني ده عنده 4 رايت انجل وده عنده 4 رايت انجل، فكل الكورسبوندنج انجلز بتبقى ايكوال، فتحقق شرط. هل كده معنى كده ان الريكتانجل سيميلر للسكوير؟ اكيد لا، ده ريكتانجل عنده السايدز بتاعته ديفرنت، اما السكوير السايدز بتاعته ايكوال. فمعنى كده ان الشرط دوت لوحده لا يكفي، ما ينفعش ان انا اقول ان الانجلز لو هي كانت كونجرنت او ايكوال لبعض يبقى معنى كده ان التو بوليجونز ار سيميلر. نفس الكلام لو انا اتكلمت عن الرومبس والسكوير، الرومبس كل السايدز بتاعته قد بعض والسكوير السايدز بتاعته كلها اول ايكوال، لكن الانجلز بتاعت السكوير كلها رايت انجل، اما الرومبس الانجلز نوت رايت انجل. فمعنى كده ان ما ينفعش اقول ان اي رومبس از سيميلر تو سكوير، غلط الكلام ده ما ينفعش. يبقى لازم الشرطين ساتيسفايد توجذر. ريمارك 5: the congruent polygons are similar but not necessarily that the similar polygons are congruent. يعني اي اثنين كونجرنت دي حاله من حالات السيميلاريتي، يعني لو هما اثنين كونجرنت يبقوا سيميلار، لكن مش معنى كده ان اي اثنين سيميلار يبقوا كونجرنت، ممكن يكون في انلارجمنت او في شرينكينج. ريمارك نمبر 6: if each of two polygons is similar to third polygon. انا عندي two polygons هما الاثنين كل واحد منهم سيميلار للثيرد بوليجون، then they are similar to each other. For example M1 الشكل البوليجون اللي هو M1 similar ل M3 و M1 كمان similar ل M2، فمعنى كده ان M1 و M2 و M3 او M2 و M3 كلهم similar لبعض. Remark number 7: all regular polygon of the same number of sides are similar. خلي بالك من كلمة same number of sides، يعني لازم regular polygon، يعني ايه regular؟ يعني اللي هو الشكل اللي كل السايدز بتاعته ايكوال and all angles are equal. اي اثنين ريجولار بوليجون عندهم نفس السيم نمبر اوف سايدز يبقوا سيميلر، يعني all equilateral triangle are similar، all squares are similar، all pentagons are similar، all hexagons are similar. صح؟ لا، لازم تقول لي ريجولار. All regular pentagons are similar. All regular hexagons are similar. All regular octagons are similar. Remark number 8: the ratio between the perimeter of two similar polygons is equal to the ratio between the length of the corresponding sides of them.
For example, أنا عندي AB over XY equal BC over YZ equal CD over ZL equal DA over LX. لو أنا جبت البريمتر بتاع الشكل دوت اللي هو ABCD وجبت البريمتر of XY ZL وعملت ريشيو ما بينهم، هلاقي إن هي نفس الريشيو اللي هتكون ما بين الكورسبوندينج سايدز. طيب نشوف الإكزامبل ده عشان نفهم أكتر. In the opposite figure, the polygon ABCD similar to the polygon اللي هو EFGH. Find the scale factor of similarity of polygon ABCD to the polygon EFGH. فأنا هشوف أي two corresponding sides كده زي السايد اللي قدامي اللي هو الـ DA ده أو الـ AD ده بـ 12 والـ EH. وخلي بالك بص أنا قلت الـ DA أو الـ AD اللي هو A وآخره D، هاخد قصاده الـ EH ده بـ 12 over 8. فلو أنت عملت 12 over 8 divided by 4 up and down هيطلع بـ 3 over 2، يعني ده قد ده مرة ونص، يبقى الـ scale factor هيبقى 3 over 2. بعد كده بيقول لي find the value of x and the value of y. فانا دلوقتي لو انا عايز اجيب الريشيو بتاعت السيميلارتي، انا دلوقتي عملت الريشيو بتاع of the similarity. فاحنا بنقول دلوقتي حبايبي انا عايز دلوقتي الريشيو، عايز اجيب السايد اللي هو احنا دلوقتي بنقول ان انا لو انا عندي a b c d and x e f g h are similar to each other، يبقى هقول a b over EF is equal to السايد اللي بعده اللي هو ال BC over FG equal CD over GH. آخر حاجة هقول ال AD over EH اللي احنا اما جينا عملناها هنا طلعت 12 over 8. طيب ال HG عندي اللي هو بيسأل عليه دوت اللي هو ال GH دوت ب X وال CD دوت ب 15، وعندي ال AB ال AB ب Y بلس 2 وال EF is 6. فأنا عايز أجيب إيه؟ عايز أجيب السايد اللي هو X ده، عايز أعرف ال value of X. فعشان أجيب ال value of X هعمل 15 times 8 divided by 12. طبعا ممكن تعملها بالكالكوليتر او تعمل divided by 3، هيبقى هنا 5 وهنا 4 divided by 4 هنا 1 وهنا 2، هيطلع ان دوت ب 10، يبقى هنا الاكس ده هيطلع ب 10. انا قايل لك ده قده مره ونص، لاحظ كده. تاني حاجه عشان اجيب ال AB اللي هو y بلس 2 ده هعمل 6 times 12 6 times 12 divided by 8. فلو عملت 6 times 12 divided by 8، لو عملت divided by 4 هنا هيبقى 2 وهنا 3 وهنا divided by 2 هيبقى هنا 3، هيطلع ب 9. يبقى y بلس 2 كلها على بعضها هتبقى ب 9. عايز اجيب ال y هيبقى 9 minus 2، تطلع ال y بكام؟ تطلع 7 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت الفاليو بتاعت ال x، ال x هتبقى 10 سنتيمتر، ال y هتبقى ب 7 سنتيمتر. نشوف الاكزامبل الثاني. In the opposite figure, triangle ABC is similar to triangle EDEF. ED is equal to 8. EF is equal to 9. FD is equal to 10. If the perimeter of triangle ABC is 81, find the length of the sides of triangle ABC. طبعا طالما ان انا قايل لك ان التو تراينجلز دول سيميلر، يبقى انا برضو هعمل الريشيو اوف سيميلارتي، هاخد السايد الاولاني اللي هو AB، بعديه السايد اللي جنبه اللي هو البي سي، اخر سايد اللي هو اي سي. نفس الكلام هعمله هنا، اي دي اي اي اف اخر حاجه دي اف. طبعا انا قايل لك من الريماركس ان انت لو عملت اي بي بلس بي سي بلس اي سي اللي هو البريمتر اوف تراينجل اي بي سي، هيبقى هي نفس الريشيو ما بين البريمتر اوف تراينجل اللي هو دي اي اف اللي احنا بنسميها عليها السكيل فاكتور اللي هي كي، كل ده ايكوال كي، فهم عندهم نفس السكيل فاكتور. الاي بي ما عرفوش، الدي اي ب 8، البي سي ما عرفوش،
الاي اف ب 9، الاي سي برضو ما عرفوش، والاف دي ايكوال 10. طب البريمتر اوف ذا تريانجل اي بي سي هو مديهولي ان هو ب 81. طب انا اقدر اجيب البريمتر بتاع التريانجل الثاني، هعمل 10 بلس 9 19 بلس 8 27. لو انا حبيت اصغرها عملت ديفايدد 9، هتبقى ديت 9 اوفر 3، عملت ديفايدد باي برضه 3 هتبقى 3 اوفر 1، يعني هتبقى الريشيو 3 to 1، يعني ده قد دوت 3 مرات. فانت لو عايز تجيب الاي بي هتعمل 8 تايمز 3، يبقى الاي بي 8 تايمز 3 equal 24. عايز اجيب البي سي هعمل 9 تايمز 3 هيطلع ب 27. الاي سي 10 تايمز 3 is equal to 30. يبقى انا كده جبت السايد لينث اوف اي بي سي. لاحظ ان الاكزامبل فيري امبورتنت. ناخد الاكزامبل اللي بعده. The dimensions of a rectangle are 10 and 6. Find the perimeter and the area of another rectangle similar to it if the scale factor is equal to 3. طبعا طالما ان الريكتانجل دوت الدايمنشنز بتاعته 10 و 8 6 و 10، هيبقى الثاني اللي هو سيميلرلي دوت هيبقى هعمل تايم 3 هيبقى 30 and 18. يبقى دوت ب 30 وده ب 18. تعالى نعمل الايه البريمتر بتاع الاولاني والاريا بتاع كل واحد منهم. البريمتر بيبقى ايكوال ايه يا جماعه؟ البريمتر بيبقى ايكوال لينث بلس ويث اول تايمز 2. فانا هعمل 30 بلس 18 اول تايمز 2. 30 بلس 18 يعني 48 تايمز 2 از 96. عايز اجيب الاريا هعمل لينث تايمز ويث اللي هي 30 تايمز 18 هيطلع ب 540 سكوير سنتيمتر. يبقى انا كده جبت البريمتر وجبت الاريا بتاعت الايه الريكتانجل اللي هو سيميلر لي اللي هو عنده السكيل فاكتور بتاعه ب 3. اكزامبل نمبر 4، ذا تريانجل اي بي سي هاز اي بي ب 5 بي سي ب 6 اي سي از 9. فايند ذا لينث اوف سايدز اوف سيميلر تريانجل اف ذا سكيل فاكتور اوف سيميلاريتي از 0.6. نفس الكلام انا هجيب السايد الاولاني اللي هو سيميلر ليه، هعمل 5 تايم 6 هيطلع ب 3 سنتيمتر مثلا لو هسميه اكس واي، والتاني واي زد هعمل 6 تايم 6 هيطلع ب 36 بس احط الديسيمال بوينت يبقى 3.6. اخر واحد اللي هو اكس زد هيبقى 9 تايم 6 هيطلع 9 تايم 0.6 هيطلع 5.4 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت السايدز بتاعته. يبقى انت دلوقتي عايز تجيب اي سايدز للترانجل سيميلر للترانجل تاني او هما الاثنين سيميلر اللي بعد، بتعمل السكيل فاكتور تايمز السايد لينث. نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. If polygon A, B, C, D is similar to the polygon X, Y, Z, L. اول ما تلاقي الاثنين هو مديهم لك ان هما سيميلر كده، فانت على طول هتعمل الريشيو اوف سيميلاريتي. طبعا ده عنده 4 سايدز، هاخد الاولاني اللي هو اي بي، بعد كده بي سي، بعد كده سي دي، بعد كده اخر حاجه اللي هي الاي دي. ادي اي بي بي سي سي دي اخر حاجه اي دي. الناحيه الثانيه هقول اكس واي واي زد زد ال اخر حاجه اكس ال. الاي بي يا حبايبي ب 32، البي سي ب 40، الاكس ام الاكس واي اللي هي 3 ام ماينس 1، الواي زد 3 ام بلس 1. فانا هعمل كروس ملتبلاينج عشان اعرف اجيب النوميريكال فاليو اوف ام. هعمل ازاي كروس ملتبلاين؟ هعمل 40 تايمز 3m ماينس 1 هتبقى ايكوال 32 تايمز 3m بلس 1. لو عملت 40
تايمز 3 هيطلع ب 120 ام، ولو عملت 40 تايمز 1 ايكوالز 240، لو عملت 32 تايمز 3 فهيبقى عندي ان 32 تايمز 3 هتبقى 96 ام، 32 تايمز 1 از 32. هعمل بعد كده ان انا بعمل كولكت فاريبلز، هعمل 120 ام ماينس 96 ام از ايكوال تو 32 بلس 40. 120 ماينس 96 هتبقى ب 24 ام، 32 بلس 40 ايكوال 72. To find the value of m اعمل 72 divided by 24 هلاقي ان الm is equal to 3، يبقى numerical value of m is equal to 3. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان هو ان الشكل ده لو انت حتى جبت هنا 3 times 3 هيطلع 9 minus 1 تبقى 8، تبقى لو ده 32 over 8 هتبقى 4، ودي 3 times 3 9 plus 1 10 هتبقى 40 over 10 تبقى 4. هتلاقي ان السكيل بتاع فاكتور بتاعتك هتبقى 4، وعرفت ان ده الشكل دوت حصل له ماجنيفيكيشن او حصل له انلارجمنت او ماكسمايزيشن، فمعنى كده ان الشكل دوت متكبر للايه للبوليجون الثاني دوت. نشوف اسئله اكتر. Choose the correct answer from those given. To make two polygons M1 and M2 similar, it's sufficient to have عشان يكون البوليجونز سيميلر، اتس سفيشنت يعني كافي ان انا الاقي ان زير كورسبوندنج انجلز ار ايكوال ان ميجر اونلي، ولا زير كورسبوندنج سايدز ار بروبورشنال اونلي او ان بروبورشن، اي اند بي توجذر الشرطين مع بعض، ولا ناثينج اوف ذا بريفيوس. احنا قلنا لازم يكون الشرطين يتحققوا مع بعض عشان يكون التو بوليجونز ار سيميلر. ايه هما الشرطين؟ الكوريسبوندنج انجلز ار ايكوال، الكوريسبوندنج سايدز ار ان بروبورشن. الشرطين مع بعض هما اللي يتحققوا، شرط واحد غير كافي، نوت سفيشنت. نشوف نمبر 2. تو سيميلر بوليجونز ذا ريشيو بتوين زير بريمترز ايكوال 4 تو 9، then the ratio between the length of the two corresponding sides. احنا قلنا طالما ان البوليجونز سيميلر يبقى الريشيو ما بين البريمترز هي ذا سيم ريشيو ما بين السايدز، تبقى لازم تبقى 4 تو 9 ما تتغيرش. السؤال الثالث، to make the rhombus a b c d and x y z l similar, it's sufficient to have angle a ب 60 وانجل واي ب 120 بس، ولا the perimeter of rhombus a b c d equal to the perimeter of the rhombus x y z l a and b together nothing of the previous. دولت رومبس يعني مش regular polygon، يبقى لازم شرطين. الشرط الاولاني، طب ازاي ده مستر؟ هنا هتقول لي ده انجل a ب 60 والتاني انجل واي ب 120، هتتحقق ازاي دي؟ انا عندي البريمتر في ريشيو ما بينهم اللي هي البريمتر اوفر البريمتر اوف اي بي سي دي على البريمتر اوف اكس واي زد ال هتبقى 2 اوفر 1 عشان هو ده قده مرتين. طب ازاي بقى هنا الانجلز؟ هقول لك يا حبيبي، هنا ده اسمه انجل اي والتاني الرومبس التاني هنا انجل اكس، وهنا بي، وادي سي، وادي دي، وهنا اكس واي زد ال. فانت عندك ال A ب 60 هتبقى طبعا ال C هتبقى ب 60، هتبقى دي ب 120 ودي هتبقى ب 120، فدي برضو هتبقى ال Y ب 120، يبقى دي ب 120، يبقى دي 60 ودي 60. يبقى هو بيحاول يلخبطني فحاطط لي انجل A مش حاطط لي اللي قصادها، انجل A قد X طبعا كل واحده منهم ب 60، وانجل B قد Y ايكوال 120، مجموعهم هما الاثنين 180، ففعلا الشكل الشرط اللي هو A و B together. نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. opposite figure A B C similar to A E D. measure of angle B equal 3x minus 10. measure of angle A E D is equal to x plus 30. عايز measure of angle A.
اول حاجه طبعا طالما البوليجونز دول او الترانجلز دول سيميلر، يبقى الانجل لازم ان الاقي ان الانجلز بتاعتي تبقى قد بعض. ف يبقى الانجل اللي هي اي ديت لازم تبقى ايكوال انجل بي، يعني 3x بلس 10 لازم تبقى ايكوال اكس بلس 30. هودي الاكس الناحيه الثانيه واجيب ال 10 هنا، تبقى 3x ماينس اكس ايكوال 30 ماينس 10، يبقى 2x ب 20، هعمل ديفايدد باي 2 تطلع الاكس ب 10. طب الاكس ب 10 تبقى انجل بي بكام؟ هتبقى 3 تايمز 10 ب 30 بلس 10 تبقى 40، تبقى انجل بي دي ب 40، وبرده انجل اي بكام؟ هتبقى 10 بلس 30 هتطلع ب 40 ودي ب 90. فانا عايز اجيب انجل ايه؟ ممكن اجيبها من الترانجل الكبير او الترانجل الصغير، 90 40، يبقى الاخيره لازم تبقى بكام؟ تبقى ب 50 عشان يطلع مجموعهم 180. Example number 5. In the figure opposite, rectangle ABCD similar to the rectangle XYZL او XBLYL. عايز يعرف اللينس بتاع ال YC. فين ال YC دوت اللي هو الحتة دي؟ طيب تمام، طالما ان هم دول similar فهيبقى 2 over اللي هو ال XB over ال DC. خلي بالك ال XB over ال AB او ال DC ده كله ب 6، يبقى ده كمان ب 6، يبقى 2 over 6 equal YB over CB. YB over CB او ال BY over BC هيطلع بكام؟ هيطلع دوت، معرفوش ال YB بس انا عارف ان التاني كله ب 12. فهنا هنعمل كروس مالتبلاينج عشان اجيب ال y b، هعمل 2 تايمز 12 24 ديفايدد باي 6 هيطلع ب 4 سنتيمتر، يبقى الحته دي كده ب 4 سنتيمتر. طب ده كله ب 12، ده كده يبقى كله ده كمان ب 12، الحته دي ب 4 عشان اجيب السي واي هعمل 12 ماينس 4 هتطلع ب 8 سنتيمتر. الاكزامبل اللي بعده ترانجل اي بي سي سيميلر تو ترانجل دي اي اف. طالما ان هما سيميلر عايز يعرف الاي اف بكام. طب هنا خلي بالك هو مش مديني غير ان الانجل اي ب 3 اكس والبي ب 2 اكس والسي ب اكس. فانا لو عملت 3 اكس بلس 2 اكس بلس اكس اللي هما 3 انجلز دول هيطلع مجموعهم لازم يكون 180. 3 اكس بلس 2 اكس بلس اكس يعني 6 اكس ب 180، لو عملت ديفايدد باي 6 هتطلع الاكس ب 30، يبقى الانجل ديت هتبقى ب 30، دي قدها مرتين 2x تبقى ب 60، دي 3x تبقى ب 90، يعني الترانجل دوت دي ب 90 ودي ب 30 ودي ب 60، طالما هما الاثنين سيميلر. طب انت بتقول لي ان انت عندك ترانجل عامل كده، دي ب 30 ودي ب 90، والانج وده ب 3 سنتيمتر. فانا لو بسالك على الاي اف ده اللي هو الهايبوتنس، فالسايد opposite to the angle of measure 30 in the right angle triangle equal half the length of the hypotenuse. ده ب 3، يبقى الهايبوتنس اللي هو ده كله هيطلع ب 6 سنتيمتر. يبقى انا برضو استخدمت experience الحاجات اللي انا درستها قبل كده عشان اعرف احل الاكزامبل ده. هنا برضو بنقول الشكل in the polygon ABCD is similar to the polygon XYZL. Perimeter of ABCD is equal 19.5. Find the length of AD. انت دلوقتي بتقول لي ان perimeter of ABCD is equal كام؟ is equal to 19.5. مديني الانجل ديت ب 85 والانجل دي ب 70. طالما ان الشكلين دول similar، اول حاجه طبعا هلاقي ان الانجل اللي هي L هتبقى equal انجل D. measure of angle A equal measure of angle X، يبقى دي كمان ب 115. فانا عشان اجيب الانجل اللي هي L او D هعمل ايه؟ هعمل 360 minus الانجلز الموجوده عندي، يبقى هعمل 360 minus 115 minus 85 minus 70، هتطلع ان الانجل ديت ب 90. يبقى انا عرفت ان الانجل اللي هنا ديت بكام؟ تطلع ب 90 ديجري. هنا مديني البريمتر اوف اي بي سي دي ده كله بكام؟ مديهولي ب 19.5، وعايز هنا اللينث اوف اي دي. اول حاجه هقول ان الاي بي اوفر اكس واي
equal ال BC over YZ equal CD over ZL، مش عايزة آخر حاجة equal ال AD over XL. ال AD اللي أنا طالب ال length بتاعه معرفوش، ال LX اللي هي 4.8، ال AB عندي أو مش محتاجة، مثلا برضو ال AB وال XY مش محتاجة، عندي ال BC ده ب 6 وده ب 8. فأنا لو عايز أعمل ال LX دوت ال AD قصدي اللي هو طالبه، هعمل 6 تايمز 4.8 ديفايدد باي 8، هيطلع ان الاي دي هيبقى ايكوال تو 3.6، يبقى الاي دي ده هيطلع ب 3.6، يبقى انا عرفت ان ده ب 3.6. طب انت مديني البريمتر بتاع الترانجل اللي هو الاي بي سي دي ده، يبقى طبعا الريشيو دي هي ايكوال البريمتر اللي هو 19.5 على البريمتر الثاني اللي انا ما اعرفوش، يعني ده 8 على 6 ايكوال 19.5 على البريمتر اوف x y z l. فلو عملت 19.5 تايمز 8 ديفايدد باي 6، هيطلع ان البريمتر الثاني ب 26، يبقى البريمتر دوت هيطلع ده ب 26 سنتيمتر. يبقى انا استخدمت الريشيو، انا جبت لك الانجل لو هو طالبها. تاني حاجه انا جبت لك ان طبعا هو كان المفروض يسال على الانجلز، بس خلاص انا جبتها زياده كانه مطلوب زياده. هنا اكزامبل تاني، اي بي سي دي از ا ريكتانجل ان ويتش اي بي ب 5 بي سي ب 8، فايند ذا دايمنشن اوف ذا اذر ريكتانجل اللي هما الاثنين سيميلر ليه، يعني اف ذا دروينج سكيل از 1.6، يعني الترانجل ده اللي هو 5 و8 حصل له ماجنيفيكيشن، حصل له ماجنيفيكيشن عشان هو اتكبر مره ونص. فهعمل كل واحد تايمز 5 هعملها تايمز 1.6 هيطلع ب 8، وهعمل 8 تايمز 1.6 هيطلع ان هي ب 12.8. يبقى انا جبت الدايمنشنز اللي هو اللينث والويتس، ادي اللينث ب 8 ب 12.8 والويتس هيطلع ب 8 سنتيمتر. برضو مور اكسرسايز، if k is the scale factor of similarity of polygon M1 and the polygon M2 and k is between 0 and 1، يعني دوت اسمه ايه، انا دلوقتي السكيل فاكتور اقل من 1 اهو، وانا قايل لك لازم يبقى اكبر من 0، فدوت هيبقى congruent ولا enlargement ولا minimization ولا of double area. طبعا هيبقى ده minimization او shrinking، احنا قلنا ان هو قدام السكيل فاكتور اقل من 1 يبقى shrinking. if two similar polygon congruent قد بعض، يبقى السكيل فاكتور بكام؟ يبقى السكيل فاكتور لازم يكون ب 1. السؤال اللي بعد كده، الترانجل اي بي سي سيميلر تو ترانجل دي اي اف، البي سي از ايكوال 3 اي اف، يعني لو انت عملت بي سي على الاي اف هيطلع الناتج ب 3. Then the scale factor of similarity of the two triangles equal كام؟ طبعا هتبقى الريشيو هتبقى 3 to 1. سؤال نمبر 4، Which of the following statement is not true? Not true. Each two square are similar. أكيد كل squares بتبقى similar. Each two equilateral triangles are similar. دول هيبقوا similar. Each two regular polygons with the same number of sides are similar. Each two rhombus أو rhombuses are similar. طبعا دي not true. ما ينفعش إن احنا نقول إن هما الاتنين بيبقوا similar. سؤال نمبر 5، Which of the following statement is true? All regular polygons are similar. All equilateral triangles are similar. All squares are congruent. All rhombuses are similar. Regular polygon similar يا مستر؟ لا، هو ضحك عليك، قال لك all regular polygons similar، بس ما قالكش ان هم عندهم نفس ال number of sides، same number of sides، يبقى دي غلط. All squares are congruent. لا، كل ال squares similar لكن مش congruent. All equilateral triangles are similar، دي صح. All rhombus are similar، دي غلط. All rhombuses مش similar. نشوف السؤال نمبر 6، Two similar polygons، the ratio between their perimeter، الراتيو ما بين البريمتر 4 to 9، then the ratio between the lengths of corresponding sides لسه قايلينها هتبقى 4 to 9. هنا two polygons ABCD و XYZL are similar، AB ب 32، BC ب 40، XY
ب 3m minus 1 BC هنا 40 على 3m plus 1. لسه كنا حالين واحدة زيها بالظبط. هنعمل distribution واجيب ال value of m هتطلع ب 3. السؤال اللي بعده: if polygon ABCD is similar to the polygon XYZL, AB على BC، خلي بالك هو بيقول AB over BC، هيبقى أكيد equal XY على YZ، يبقى XY over YZ. In the opposite figure, the triangle اللي هو CBA similar to the triangle CED. Using the length shown in the figure, عايز يجيب ال ED ال ED plus ال EA. طبعا هقول ان ال CB over CE equal BA over ED equal CA over CD. ال CB بكام يا حبايبي؟ ال CB كلها على بعضها 5 plus 7 ب 12، ال CE ب 4، ال AB ب 9، ال ED هعرف اجيبه طبعا، هعمل طبعا ده تايمز 3 هيطلع ب 27. ال CA ما اعرفهاش، ال AD CD ب 5، هعمل 5 تايمز 12 ب 60 ديفايدد باي 4 هيطلع ب 15، يبقى دوت هيطلع ب 15. مين اللي ب 15؟ اللي هو ال CA كله على بعضه 15. طب الحته دي 4 هيبقى ده ب 11، هيبقى 27 بلس 11. هنا احنا قلنا دي هتبقى، سوري دي هتبقى 3، دي هتبقى ب 3، الاي دي هتبقى ب 3. انا عملت 9 تايمز 4 76 ديفايد 12 هتطلع ب 3. 3 بلس 11 يطلع الناتج كله 14، يبقى الانسر از 14. هنا السؤال اللي بعده: if the polygon ABCD is similar to the polygon EFLD، عايز يعرف الاكس بكام؟ طبعا انت بعنيك كده هتقول لي 9 over 6 is equal to 7.5 over كام؟ فهتعمل 9، انت طبعا هنا هتعمل 6 times 7.5، 6 times 7.5 divided by 9 هيطلع معاك ان دوت ب 5 سنتيمتر، يبقى الاكس هيطلع ب 5 سنتيمتر. هنا الاكزامبل دوت عايزك تحله لوحدك، انا مديك ده ب 4 وده ب 5 وده ب 6 ده ب 12. عايز بقى ايه؟ بروف ذات ان دول بارل لبعض لو هما الاثنين سيميلر. تاني حاجه عايز اثبت ان اللينس، عايز اجيب اللينس بتاع البي دي واللينس بتاع الاي سي. احلها اساعدك، اول حاجه طالما ان الاثنين دول سيميلر يبقى انجل اي ايكوال انجل اي، طبعا دي اسمها كومن انجل. انجل اي ايكوال انجل سي، طالما انجل اي ايكوال تو انجل سي هيبقى and they are corresponding، يبقى طبعا ده هيبقى parallel لده. الريشيو هنا بص خلي بالك هيبقى 4 على 12 equal 5 على كام؟ 5 على كام؟ هتقول لي 4 على 12 ده معمول تايمز 3 هيبقى 5 على 15 equal 6 على كام؟ على 18، يبقى ده كله ب 18. هيبقى الحته اللي فاضله هنا 12 والحته اللي فاضله هنا 10، يبقى انت كده جبت السي اي اللي هو طالبها والبي دي اللي هو طالبها كمان. هنا two similar rectangles. The dimensions of the first 8 and 12 and the perimeter of the second is 200. Find the length of the second rectangle and its area. أنا مديني الـ perimeter of the second rectangle، يبقى ده لازم أجيب الـ perimeter of the first rectangle اللي هو length plus width all times 2 اللي هو 12 plus 8 all times 2، يعني 20 times 2 يطلع ب 40. يبقى الـ rectangle ده الـ perimeter بتاعه 40 وده البريمتر بتاعه ب 200. طب هنا اللينكس بتاعه ب 8 يبقى، او الويتس بتاعه ب 8 يبقى الويتس الثاني بكام؟ طب ده اللينس ب 12 يبقى اللينس هنا بكام؟ ممكن اصغر الريشيو ديت هتبقى 1 اوفر 5، فهعمل 5 تايمز 12 يطلع اللينس ب 60، هعمل 5 تايمز 8 يطلع الويتس ب 40. فانا كده جبت اللينكس وجبت الويتس. عايز البريمتر او الاريا، عايز الاريا هعمل لينث تايمز ويدث اللي هي 60 تايمز 40 هيطلع ب 2400 سكوير سنتيمتر. In the opposite figure
triangle MAB similar to the triangle MCD. طالما التو تراينجلز دول ار سيميلر يبقى measure of angle A equal measure of angle D, measure of angle B equal measure of angle C. بروف ذات ان الشكل دوت اللي هو ABCD ABCD is cyclic quadrilateral. طالما MAB, بص خلي بالك MAB و MCD, امتى الشكل ده يكون cyclic quadrilateral؟ لو انا لقيت two opposite, يعني انا لقيت two angles, لو لقيت two angles مثلا افكرك بالcyclic quadrilateral. لو انت عندك شكل بالشكل ده كده مرسوم جوه سيركل, فلو كان انجل اللي هي DAC equal angle DBC, يعني انت لو لقيت two angles have the same base and on one side of it equal in measure, يبقى الشكل دوت cyclic quad. لو لقيت two opposite angles their sum 180, لو انت لقيت اتنين انجل كده قصاد بعض الميجر بتاعهم هما الاتنين السم بتاعهم 180, هيبقى ده الشكل ده cyclic quad. لو لقيت exterior angle, انجل بره كده اهو equal to the opposite interior, يعني الانجل دي equal ديت, يبقى الشكل ده cyclic quad. فانت عايزك تفكر ازاي تثبت ان two ان الشكل دوت هيكون سايكل كواد. بعد كده تجيب اللينكس اوف بي سي. السؤال الاخير, dimensions of rectangle are 10 and 6, if the perimeter, find the perimeter and the area of the another rectangle similar to it, لو السكيل فاكتور 3, لو السكيل فاكتور ب 0.4. انا هنا السؤالين دول سايبهم لك تحلهم, ان شاء الله تكتب لي الانسر بتاعك واشوفهم معاك او نتناقش فيهم الحلقه الجايه. كان معاكم مستر محمد الصقيلي مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق, الإدارة العامة للمحتوى التعليمي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.